أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا. جاء ذلك خلال استقباله وزير التجارة التركي عمر بولاط لبحث دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، حيث نوه في هذا الصدد إلى لقائه السابق مع ممثلي عدد كبير من الشركات التركية لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها في مصر والبحث عن شراكات لها في السوق المصرية. من جانبه أكد الوزير التركي أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا. استعرضت مصر وتركيا نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري عبر الفيديو كونفرنس. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ونظيره التركي عمر بولاط، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري. كما تم الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يتسبب في اضطرابات إمدادات النفط الخام العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.55% إلى $90.48 للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.80% لتصل إلى $85.54 للبرميل. وفي المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.94 للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.7% لتسجل $3.48 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر سبتمبر بنسبة 36.1% على أساس سنوي إلى 19.9 مليار ريال، ووفق بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري. تأثر الميزان التجاري لقطر الشهر الماضي بتراجع قيمة الصادرات بنسبة 31% قياسا بالشهر المناظر من العام الماضي إلى 29.3 مليار ريال، وذلك بضغط من هبوط قيمة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنسبة 45%. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إلهام ومحمد. إليكم. شكرا لك سارة نجيب على هذا العرض.